السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. كما تعلمون مرارا وتكرارا وضعت العديد من الفيديوهات وتحدثت فيها بخصوص يعني مستقبل الأطفال والخوف على الأطفال من هذه الأجندات التي بدأ الحديث عليها خصوصا في هذه السنة 2023، وتحدثنا على قيام بعض الدول مثلا بأخذ أطفال أو صحب الأطفال من أهاليهم. لكن مع كامل الأسف وأكون صريحا معكم، شاهدت فيديو مع كامل الأسف هذه المرة ليس لطفل لكن لسيدة، سيدة أردنية كانت تقطن بالسويد مع ابنها الوحيد. هذا الشخص الذي هو ابنها سوف يقوم بالاتصال بالسلطات السويدية ليقوم بترحيل أمه من السويد. هذا ليس يعني قيام السويد، السلطة السويدية بترحيل هذه السيدة، هذا ابن يقوم بالتبليغ على أمه ليتم ترحيلها من السويد. صراحة هذا الفيديو لما شاهدته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي قررت أن أتحدث في هذا الموضوع، لأنه مع كامل الأسف هذه الأمور بدأت تنتشر بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية. هناك العديد من الأبناء الذين يتخلون على أهاليهم، هناك العديد من الأبناء الذين يقومون بأخذ أهاليهم حينما يصلون إلى سن متقدم من العمر ويضعونهم في يعني مصحات أو في ملاجئ أو في دور رعاية المسنين مع كامل الأسف. لكن قصة هذه السيدة يعني قصة مثيرة، لأن هذه السيدة بسببها ابنها الآن يعيش في السويد، 17 سنة تعيش معه في السويد، أوراق إقامة يعني مؤقتة، وفي الأخير لعدم التفاهم بين الابن والوالدة يقوم بالتبليغ عنها ليتم ترحيلها إلى الأردن. هذه السيدة الآن هي في الأردن تبيع المسابيح أمام إحدى المساجد في الأردن. والشيء الجميل في هذه القصة إخواني أخواتي هو أنه الكم الهائل من التعليقات التي شاهدت لأناس يعني قدموا يد المساعدة لهذه السيدة. هناك بعض الناس الذين وعدوا بإعطائها يعني راتب شهري طول يعني ما تبقى من عمرها. هناك من سأل على أنه يريد اصطحاب هذه السيدة إلى منزله ويأخذ يعني يهتم بها. سوف أضع لكم فيديو في يعني في نهاية هذا الفيديو، لأنه مع كامل الأسف قصة مثيرة وأريد أن تكون عبرة للعديد من الناس مع كامل الأسف. وأريد من أولياء الأمور أن يشرحوا مثل هذه الأمور لأبنائهم، خصوصا أبناء المرض. نعم، حتى في بلداننا العربية والإسلامية بدأنا نعيش مثل هذه الحالات، لكن هذه القصة هي عبرة، وأريد من جميع يعني الناس التي تقيم في الخارج أن تحاول ما أمكن فهم مثل هذه القصص وتوعية أطفالها. أترككم مع الفيديو لهذه السيدة وشكرا لكم. مهلا وسهلا فيك. عارفين نفسك؟ أنا اسمي انتصار. انتصار من وين أنت؟ انتصار شو؟ أمريكان. من وين؟ أنا أردنية. بس لهجتك مو أردنية. مواليد بغداد أنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أصل لك بالأردن؟ بالأردن صار لي شهر ونص أو شهرين. كيف أردنية وكيف صار لك شهر ونص؟ أردنية أنا كنت هون قبل 17 سنة. بعدين رحت على السويد. على السويد؟ على السويد. طيب. عشت بالسويد. عيشة مرة طبعاً، ما عندي أحد. ليش مرة؟ لأن عندي ولد، وولد زي ما يحكوا مش بار بوالدي. مش بار؟ فيا. عندك ولد وحيد؟ ولد وحيد. ومش بار؟ لا. متزوج وعنده أولاد و... ما بيسأل عنك؟ ما بيسأل عني، هو مش راضي علي أنا، لأن أنا متخلفة بالنسبة له.
فبلغ علي وترحلت عن طريق البوليس. لحظة، هذا كلام كبير. لا هذا كلام حقيقي كبير قد ما يكون. يعني انت عندك ابن وحيد ورحتي لعنده على السويد وبلغ عنك؟ انا اللي طلعته على السويد، انا سويت اوراق وهذا وطلعته، بعدين طلع سنه 18 سنة صار حر، تركني وراح اتجوز وهسه عنده اولاد. طبعا كم عمره الان؟ الان عمره بالثلاثينات. 30. طيب كيف بلغ عنك وكيف قال انه انت متخلفة؟ لان انا ما عندي اقامة دائمية. اشتغلت عنده بالشركة. عنده شركة؟ عنده شركة كبيرة، سالينير فورتاك بناء الحديد. شركة كبيرة لبيع الحديد؟ وانت الان بالاردن واقفة تبيعي مسابيح بالشارع؟ كويس الحمد لله، ولقيت شغلة الحمد لله. صار لي شهر ونص، اول ما اجيت مسكوني البوليس و يعني واجهت كثير مشاكل، لان جاية ترحيل عن طريق البوليس. لحظة، انا ما بدي ننط على الاردن، خلينا نضل بالسويد. لما رحت لعنده على السويد اعتبرك متخلفة بهذا اللفظ؟ اكثر من هذا يعني صار يحكي لي دوار دوم، يعني ماما دوم، يعني ماما غبية، يعني انا على نياتي وشوية مريضة انا عندي. يعني انت بتيبك العربي الاسلامي ما عجبتي؟ لا، ابني من الناس اللي كله تاتو وما يؤمن بإشي، هو يعني مش حياتي أنا، فضليتني أمشي هناك فترة وإقامة ما عندي، ومن مكان أشتغل بالأسود واشتغل. شو الأسود؟ ديلتيز، يعني مش دوام كامل، دوام باليوم ساعتين أربع ساعات. كم ظليتي بالسويد؟ قرب 16-17 سنة ظليتني أنا بالسويد، كله بدون إقامة وما طلع لي شيء، وكنت ادفع سكات، وبالاخير مسكوني البوليس. ابني بلغ علي لاني انا مريضه اوقع، فهو على اساس يخاف علي، شايفه وجهي من الوقعات يغمى علي، فمسكوني البوليس حجزوني 5 شهور. هذا قبل شهرين الحكي، انحجزت انا 5 شهور في غرفه مغلقه على السرير، بس ياخذوني على الاكيوت اللي هو الطوارئ، يسموه اكيوت، يضربوني اوبر ما اعرفه، ضغط براسي. طيب باذن يا حجه معلش، في شيء يعني ضايع بالموضوع. انت ام ايش؟ ام ركان. يا ام ركان، انت من وين اجتك الجنسيه الاردنيه وانت عراقيه؟ انت مولوده هون؟ لا انا مش مولوده، انا كان جوزي أردني. من هون. وعندك ولد واحد؟ وعندي ولد وين واحد. جوزك؟ جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. اضطريت تاخذ طلعي ابنك للسويد؟ اضطريت. وتجوز هنيك وفتح شركه صح؟ اتجوز 3 مرات. 3 مرات تزوج؟ سويديات. طيب بعدين انت جيتي للاردن، ليش خليتي خيارك الاردن؟ لان جنسيه هون، عندي الجنسيه الاردنيه. طيب لما جيتي لهون في حد استقبلك؟ جيت عن طريق البوليس مرحلة عن طريق. رحلتي ترحيل من السويد إلى الأردن. حبيبتي عم بحكي لك، محجوزة 5 شهور أنا في مكان بحجة طبي، المكان في يوتوبوري أوفرور، محجوزة فيه في غرفة 4 شهور 5 شهور، أنا نايمة فقط الله والمصحف الشريف نايمة على السرير. يعني أنا بلا مؤاخذة، أنت من الثقافة ومن اللغة اللي بتحكي فيها، لا يعني عفوا منك، ابنك غلطان، أنت مو متخلفة. هو يعتبرني هيك وهم هناك هيك اعتبروني اللي حولوني متخلفة. اضطريتي للجوء الى او رحلوكي الى الاردن؟ ابني اللي بلغ علي. وبلغ عليك والان جيتي؟ ابني بعث البوليس علي. طيب بعد 5 شهور من بقائك في يوتوبوري، منطقة بشمال السويد، منطقة حجز للنساء فقط، هاي المنطقة هي مجرد غرفة فيها سرير وتكنولوجيا كتير، بيأخذوني على الأكيوت اللي هو مستشفى الطوارئ في الليل. طيب. يضربوني أوبر، يضربوني ضغط، يحطوا لي، يعودوا يرجعوني على الغرفة، بوليس كل المكان محجوز بوليس. طيب بعدين جيتي للأردن مش بخار غصب عنك، لما جيتي للأردن شو صار؟ بعدين رحلون عن طريق البوليس، جيت هون في المطار هون، شكوا فيه في أوراقي. مسكني البوليس هون في الأردن. طيب بعدين؟ مسكني يومين، بس البوليس رحمة من رب العالمين، ساعدني كتير. طبعاً. كان يوم جمعة، كتير ساعدني. الحمد لله. مش بجامل، ساعدني. وبالأخير أخذني سوى لي كف طلب إنه أنا مش مطلوبة لإشي في الأردن. حلو. واللي طلع على الجوازات، رحت على الجوازات، عملت الباسبور الأردني وهوية ودفتر عيلة. حلو ممتاز. طلعوني بتاكسي. وطبعا انا جايب اواعيه بنطرون وشكيت شتائي. هلا انت ما عندك ملابس اخرى؟ انا لا، هذا اشتريته من هون، انا جيت بالبنطرون
وجيت بشكيت 5 شهور انا فيهم هناك، انا جيت فيهم هون. بعدين البوليس اخذ لي تاكسي واخذ رقم التاكسي، قال له وديها وين ما بدها الاقرب فندق. رحت بفندق. انت عندك مال في مصاري؟ انا جيت بحكي لك يا حبيبتي، والمصحف الشريف جيت مش حاطيني اخذ اواعيه. طب وين عم بتنامي الان؟ انا انام بالفندق هون اسمه داون، مش هاي الدخله اللي بعدين. طب من وين عم تدفعي؟ الفندق هم قال لي جزاء الله خير، قال لي ابقي هون لغايه ما تدبرين امورك. لغايه. طب اقارب اهل جوزك وينهم؟ ما عندي اهل جوزي، ما 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 عندي، ما اتصلت فيهم. انا اتصل معارفي وانا بهذا الحال، مستحيله. طيب يعني كيف لقيتي هاي الصنعه انك تصنعي وتبيعي؟ وحدي وحدي. من وين بتجيبيها هاي؟ وحدي من سوق البشارات هون. وحدي بتجيبيها وبتبيعيها؟ اول شيء جبت يمكن 6-7 حاط هيك مشيت فيهم، كان يشوفوني الناس جاي لسه جديد وجهي مجرح من الوقعات والهذا، بيعطوني بيغضوا بيعطوني، ورحت اشتريت فيهم ورجعت. وبعدين الناس الخير كثير هون ساعدوني، وبعدين خلاص راح يصير لي شهرين هون. انا جيت يوم 21 شهر الماضي. طيب هلا انت مثلا ما تفكري لقدام ايش ممكن تعملي؟ وجودك بالفندق دائم؟ لا لا، ما في شيء دائم بالنسبه لي. يعني ابني هو كان مش دائم لإلي الأمان. البلد ظليت فيها 16 سنة، مواليد بغداد، جيت هون ما أعرف، عم بعيش ساعة بساعيتها يوم بيومه. يعني الآن أنت وجدتي أنه الأردن هي أفضل خيار؟ وكيف وجدتي الشعب الأردني؟ يعني كتير حنين، كتير عم بيساعدني كل شيء، نخوة، شهامة، مساعدة، كله يتبرو يتفين يتبرو دم الله برشونة دك. كل الناس هون لطفاء لطفاء، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما بيعرفونيش والله، ما بينسى حدا، لا الله سنل هون، سنل لطفاء معايا، حتى النساء لطفاء معايا. اندمجت بسرعة هون بهاي المنطقة. احنا الآن في وسط البلد، واحنا الآن في شهر رمضان الكريم، وانت عم بتبيعي مسابيح. عم ببيع مسابيح، وان شاء الله انه رب العالمين ما بينساكي ان شاء الله. طيب ان شاء الله. رساله اخيره لمين بتوجهيها؟ رساله اخيره لكل الشباب، لكل الشباب يحافظوا على امهم، الجنه تحت اقدام الامهات حتى لو كانت هي عاطله. ومهما تكون الام عاطله، اذا ابنها مهما كان مجرم سفاح، هي امه بتحبه مهما يعمل فيها. قد ما حكيت على ابني، انا ابني بحبه بقلبي. أكيد هون. أكيد هون 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 هون، ورغم كل شيء. الله يهدي الله يهدي امرك يعني. الله يهدي يهدي لنفسه، الله يهدي لنفسه لاولاده لها. بس هذا كل اللي حابه اوجهه، هذا اللي حابه. وبالعكس انا انسانه جدا بسيطه، بس بدي اعيش لبكره، بدي الصحه وبدي العافيه وبدي الستر. آمين آمين آمين. بدي مكان بس استقر استقر، هذا يستقر، راسي يستقر. هون طبقات طبقات باخذ علاج من جابوني، بس بعثوا معايا علاج هيك كيلو كيلو وين ادويه لهلا معايا الحمد لله. ومعايا حتى شوركوت اللي بالمعنى رخصة سواقة سويدية، هيها حملها معايا. ده ممكن اشوفها؟ ممكن تشوفيها، ممكن تشوف. عندي كل الاوراق، حطوني حوالي 100 ورقة معايا تثبت انا حكي، انا صادقة بحكي. تفضلي، هذه اولا هاي هويتي اللي طلعتها، ساعدوني هون الدولة الأردنية وعطوني الهوية الأردنية. انا بدي اشوف السويدية. وهي السويدية، هذا شوركوت فور خطون اوشن، خطون اوشن 17 سنة وماشية لسه 10 سنين لقدام. طيب ممتاز ممتاز، أنا بتشكرك. عفوا. وبتمنى لك إن شاء الله كل خير. الله يسلمك. الله شكرا يسلمك. جزيلا. شكرا. عفوا. شكرا. عفوا حبيبتي، عفوا.